إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أحبة الإيمان، يا أتباع خير الأنام، يا من جعلكم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس، يا من كرمكم الله تعالى 3 مرار، كرمكم بأن جعلكم من بني آدم، وكرمكم بأن أنزل عليكم القرآن، وكرمكم بأن جعلكم أتباع خير الأنام. يا من ينبغي ألا تنسوا ذكر الله وحمده على هذه الآلاء كلها، وألا تنسوا تبعاتها وما يجر عنها من تكليفات ومسؤوليات. أحدثكم اليوم ونحن نعيش تزايد الوفيات، ونحن نعيش آثار هذا الوباء، أحدثكم عن وباء آخر أشد فتكا وأشد ضررا، إنه أحد طواعين العصر، أو قولوا هو طاعون فتاك. أحدثكم اليوم عن الرشوة، ذلك الطاعون القاتل الذي يقتل الإنسان شر قتله. طبعا نحن الآن يموت الناس، ولكننا جميعا نستبشر ونقول على هؤلاء تقبلهم الله شهداء. واحد يصيب المرض ويمرض أيام أسبوع 10 أيام، يطهره المرض من الذنوب ثم يموت. نحن لسنا كفارة، نحن مؤمنون، فنفرح ونحسبه شهيدا عند الله، لأن الميت بالطاعون شهيد عندنا. لكن هناك موت من نوع آخر، صاحبه لا يعبأ به ولا يشعر بنفسه، بل تجده يضحك من أشدقيه، وتجده وترى جسده فتظنه سليما لكنه ميت مصاب في مقتل، وهو من كان من أهل الرشوة والعياذ بالله، سواء كان معطيا أو آخذا، هو ميت في صورة الأحياء. أيها الأحبة، هذا الداء وهذا الوباء وهذه الأمراض التي تقتل الناس يوميا، كلها تصيب الجسد فتضعفه وتقتله وتدمره، تقتل الحياة فيه. لكن هناك طواعين أخرى المسلم يكون فيها أشد يقظة مما يتلف الجسد، هي الطواعين التي تتهدد الأرواح، تأخذ كرامة الإنسان، تأخذ إنسانيته. إنسان يموت بالطاعون ولا يموت بأي مرض من الأمراض، قال هذا مات لكنه إنسان. لكن هناك معاصي وذنوب وويلات إذا عاش بها الإنسان يعيش ليس إنسانا ويموت ليس إنسانا، يخرج من
الكرامة التي منحها الله تعالى للإنسان. أيها الإخوة، الرشوة كبيرة من الكبائر وطاعون خطير، يفتك بالإنسان، يفتك بالفرد، ويفتك بالمجتمع. طبعا الرشوة الآن أصبحت عندنا ظاهرة، الرشوة الآن أصبحت في كل المؤسسات، الرشوة الآن يتكلم عنها أول مسؤول ويشتكي منها أبسط مواطن. كل الناس يحسون بهذا الطاعون، يرون هذا الطاعون يأتي على الأخضر واليابس، ما سلمت منها مؤسسة من المؤسسات، كل المؤسسات ينخر فيها هذا الطاعون ويسقط رؤوسها. السجن تلقاها معمر من كل المؤسسات، أسبابها التكسب بالوظيفة. الرشوة هذه الرشوة، التكسب بالوظيفة، الوظيفة نتاعو يستعملها للتكسب بدل أن يكتفي بالأجرة التي يمنحه الشعب من خالص ماله، يزيد على ذلك الرشوة. ولهذا الرشوة كبيرة من الكبائر، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أن ذلك المال ليس لكم، وتدلوا بها إلى الحكام من الدلو، يتقرب ويتزلف بها إلى الحاكم ليأخذ ما ليس له، ليأخذ ما ليس له ليحق باطلا أو يبطل حقا. قلت الآن زيدوا على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، الرائش هو الذي يكون بينهما وسيط. كثير من المسؤولين الآن لا هو الروح ما يشدش الرشوة حتى ما يكونش عليه الدليل والبروف، ويشوف يدير وسطاء، يدير ناس باعوا أنفسهم، باعوا دينهم، باعوا أرواحهم، يديرهم وسطاء يشدوا الرشوة ويدوا شوية ويعطوا. يا إخوة هذا ملعون، الراشي ملعون والمرتشي ملعون. تعرفون ما معنى اللعنة؟ اللعنة هي الطرد برحمة الله. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الراشي والمرتشي مطرودين خارج حيز الرحمة، خارج الإطار، ملعون، مطرود من رحمة الله، مطرود. وعليكم أن تتصوروا معي مجتمع يكثر فيه المطرودون من رحمة الله، مجتمع تعم فيه اللعنات، نسبة كبيرة مرتشي ونسبة كبيرة راشي ونسبة كبيرة مرتشي ونسبة أخرى ساكتة عن المعصية. الراشي عنده إخوة، عنده أصدقاء، عنده أقارب ويعرفون أنه راشي، والمرتشي كذلك عنده أصدقاء، عنده زملاء يعرفون أنه مرتشي ويسكتون على ذلك. وهناك الرائش. بالله عليكم أيها الإخوة، كيف سيكون حالنا إذا كثر فينا الملعونون؟ كثر الملعونون المطرودون من رحمة الله. ولهذا أيها الأحبة الكرام، آن لنا أن نقول كفانا من الرشوة، آن لكل مرتشي أن يستيقظ. طبعا هو المرتشي يظن أنه يأخذ الخير، والله لا يأخذ إلا الشر، والله لا يأخذ إلا النار. تظن ربي لما يحرم شيء تكون فيه فايدة للإنسان؟ الله تعالى لا يحرم إلا الضرر. المرتشي تشعل فيه النار، عنده الخلصة تاعه وعنده مصدر رزق ويزيد عليها الرشوة، وتجد النار مشتعلة فيه، تجده دائما مديد، دائما مرتشي مديد حتى يموت، عنده إدمان لهذا الطعام. هل من مزيد؟ الحطب، ربما تجد شخص آخر موظف يدي أجرة بسيطة، تجده مرتاح وتجده مبسوط، وتجد هذا المرتشي النار شعلة فيه مهما كانت وظيفته. ولهذا أيها الإخوة، هذا الطاعون أول شيء يقتل كرامة الإنسان في نفس الراشي والمرتشي. الراشي تموت كرامته في نفسه، لا يرى نفسه إنسانا، هو مع نفسه، ربما الناس يشوفوه كذا لكن هو مع نفسه، هو يحكم على نفسه أنه ذليل وحقير وأنه لا قيمة له. إذن هي أولا تقتل الإنسان، تقتل إنسانية الراشي في نفسه مع ضميره.
كذلك أيضا قلت تقتل الضمير والرقابة الضميرية، أن الإنسان هذا ضميره يموت يصبح ميتا في صورة الحي فتفتك بالإنسان. طبعا هنا أيهما أشد خطرا؟ الإنسان أكرمكم الله اللي عايش في صورة البهيمة، والله إنسان يجيه مرض ويديه، إنسان مرض ومات، إذا كان من الأخيار سوف ينتقل إلى دار النعيم. نحن الموت عندنا ليست النهاية، الموت عندنا انتقال فقط، انتقال من شيء، انتقال من الزرع إلى الحصاد، انتقال إلى ما كنت تقدم إلى ما ستجد. كذلك أيضا الرشوة تقضي على كل إبداع، تقضي على كل جد، تقضي على كل مثابرة. إذا كان المرتشي يطلع ويترقى، نحن الآن نرى الرشوة في كل مكان، في المؤسسات، في الطرقات، في الترقيات، في تولي الوظائف، كل شيء أصبح بالرشوة، تلك الرؤونية القديمة، ولكن أصبحت الآن مجسدة بفعلنا نحن، بقبولنا، بعدم وقوفنا أمام هذه الكارثة الكبرى وهذا الطاعون. ولهذا أيها الأحبة الكرام، آن لنا أن نعود إلى ضمائرنا، سواء كان الشخص راشد ولا مرتشي ولا رائش ولا ساكت، يعرف الراشي والمرتشي وما يتكلمش معاه، ما ينصحوش، قال راك يا أخي راك ماشي الهاوية، أنت تطعم أبناءك الحرام، وكل لحم نبت من سحر في النار أولى به، النار، أنت تنضج اللحم وتسمن أبناءك وتسمن نفسك للنار والعياذ بالله. ولهذا أيها الإخوة، آن لنا أن نعود إلى ربنا وأن نعود إلى أنفسنا، وأن نرفع راية شعار كفانا من الرشوة، كل شخص مع نفسه، في كل مؤسسة، في أمتنا كلها، في دولتنا كلها، لأنها خراب وطاعون. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، لا زال قائمًا منتصبًا مذكرًا قدوةً لكل أولئك الثابتين على الإنسانية، لكل أولئك الثابتين على القيم. تذكروا معي قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا خطاب لمن انفضوا إلى التجارة الحلال وإلى اللهو ربما يكون حلال، فكيف حال من ينفضون عن رسول الله إلى الكبائر وإلى الذنوب، إلى الطاعون، إلى الرشوة، إلى أكل الحرام؟ الرسول واقف ينهى ويأمر، يذكر أن الآخرة خير، وأن ما عند الله خير من هذا الحرام، ثم تجد الإنسان يتسلت ويهرب ويتسلسل ويتسلل ويترك رسول الله قائما آمرا ناهيا مذكرا واعظا، يتركه ويذهب. هذه صورتك أنت أخي الذي تفعل الحرام وتأكل الحرام وتتعاطى هذا الطاعون، رسول الله واقف وأنت تهرب عنه وتتركه. لا زال رسول الله قائما ينهى عن الرشوة، لا زال رسول الله قائما ينهى عن كل المنكرات، لا زال رسول الله قائما واعظا مذكرا بكل القيم وبكل خير وبكل تعاون. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نكون في صف رسول الله، وأن نجسد هذا القيام معه صلى الله عليه وسلم، في صف الإصلاح، في صف مقاومة الفساد، في صف التعاون في هذه الظروف التي نعيشها. ينبغي على كل مسلم يستطيع أن يمد ويعين في مواجهة هذا الوباء، في مواجهة هذه الظروف، أن يمد يده وأن يقف وأن ينفع، أقل شيء بأن يقي نفسه ويقي أحباءه وجيرانه، يتعاطى وسائل الوقاية، يطبق التعليمات الصحية، يسعى إلى ذلك ويحرص عليه حتى يكف ضره عن الناس، حتى لا يؤذي غيره. إذا كان هو يشوف روحه ربما يستطيع أن يتغلب على المرض، لكن ربما ينقل العدوى إلى غيره. إذا نكون مع رسول الله في حفظ كرامة، في حفظ أجساد الناس، مع رسول الله في حفظ كرامة الناس، مع حفظ رسول الله في المحافظة على الصحة العامة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مع رسول الله.
سأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمحبته والتأسي به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
السلام.